وفي موضوع آخر، شهدت العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم زيادة في إجمالي قيمتها بنسبة 5.9%، وذلك على الرغم من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والشخصية بسبب جائحة فيروس كورونا، وفقا لتصنيف براند 2020 لأفضل 100 علامة تجارية عالمية. وقد بلغ إجمالي قيمة أفضل 100 علامة تجارية عالمية 5 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليابان، وقد زادت بنسبة 245% منذ عام 2006 عندما وصلت قيمتها الإجمالية لأول مرة إلى تريليون دولار أمريكي. وأظهرت أهم 100 علامة تجارية قيمة أنها أكثر مرونة وأقل تقلبا في الأزمة الحالية مما كانت عليه خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008-2009، مضيفة 277 مليار دولار من نمو في قيمة التجارية خلال العام الماضي. ونستعرض لكم مشاهدينا فيما يلي أعلى 10 علامات تجارية بحسب التصنيف الجديد بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى قيمة وترتيب أشهر العلامات التجارية الأخرى حول العالم. بداية وفي المرتبة الأولى، أمازون وتخصصها تجارة التجزئة والتكنولوجيا، وقيمتها 415 مليار و 855 مليون دولار. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب أبل وتخصصها التكنولوجيا بقيمة 352 مليار و 206 ملايين دولار. المرتبة الثالثة احتلتها مايكروسوفت وتخصصها أيضا التكنولوجيا، والقيمة وصلت ل 326 مليار و 544 مليون دولار. نمر إلى المرتبة الرابعة التي احتلتها شركة جوجل وتخصصها التكنولوجيا، القيمة 232 مليار و 544 مليون دولار. أما المرتبة الخامسة فقد كانت من نصيب فيزا وتخصصها الدفعات المالية، القيمة 186 مليار و 809 ملايين دولار. نمر إلى المرتبة السادسة، علي بابا وتخصصها التجارة بقيمة 152 مليار و 525 مليون دولار. أما المرتبة السابعة فقد كانت من نصيب تسنس تتخصص التكنولوجيا، والقيمة 150 مليار و 978 مليون دولار. المرتبة الثامنة كانت من نصيب شركة فيسبوك وتخصصها التكنولوجيا، والقيمة بلغت 147 مليار و 190 مليون دينار. أما المرتبة التاسعة فقد كانت من نصيب ماكدونالدز وتخصصها الوجبات السريعة، أما القيمة فقد بلغت 129 مليار و 321 مليون دولار. ونختم مع المرتبة العاشرة التي احتلتها ماستر كارد وتخصصها الدفعات المالية بقيمة 108 مليارات و 129 مليون دولار.